مقتر لكل غد رزق يعود جديد. فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد. فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد. فلا الجود يفني المال قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. الكهرباء هذه النعمة التي يستمتع بها الناس ويتضجرون إن غابت أو قلت أو حدث عطل أو دابها من حياتنا. موضوعنا في هذه الحلقة نتناول الكهرباء وترشيد التعامل مع الكهرباء. يطرح هذا الموضوع إن شاء الله الضيوف داخل الاستوديو الباش مهندس عبد الرازق أحمد يوسف مدير الإدارة العامة لتوزيع الكهرباء ولاية الخرطوم. مرحبا بك يا باش مهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك الباش مهندس محمد خير محمد أحمد الجنيد وقد كان معنا في حلقة سابقة وهو الأمين العام للجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء. مرحبا بك يا باش مهندس. سلام. سهلا. موضوع الترشيد تناولناه بشيء يعني من الاختصار في سياق الحديث عن المنازل الاقتصادية وتجنب هدر الطاقة. كانت هناك إشارات للترشيد والحديث عن الكهرباء لا بد أن يتاح مساحة أكبر للحديث عن الكهرباء. ومعذرة للإخوة خارج ولاية الخرطوم نتحدث بتركيز عن ولاية الخرطوم والتوزيع في ولاية الخرطوم، لكن الأمر بالتأكيد يهم كل الولايات وكل المدن وكل الأهل في السودان وفي غير السودان. أشمهندس عبد الرازق، الكهرباء والتوزيع في ولاية الخرطوم، أول حاجة عايزين منك حديث قبل ما نتكلم في الترشيد ونشوف الترشيد، ترين منك حديث خاص لناس ولاية الخرطوم، الموقف الآن كيف يعني وهم بتابعوك الآن، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أجل واحد سعيد في هذا السانحة في قناة طيبة وهذا البرامج الهادف إن شاء الله معايش مع الأخ سامي والإخوة من خلف هذه الأجهزة. حقيقة نحن يمكن دائما بنركز في هذه الفرص الطيبة بأنه نحن في الإدارة العامة لتوزيع ولاية الخرطوم إدارة بتعني ب ضمان سريان التيار الكهربائي لكل المواطنين بصورة مسلة وتيار مستمر ومستقر. نعم. والإدارة بتعني برضو أيضا بالإشراف على عمليات الصيانة والتحسين في الشبكات، صيانة إذا كان دورية أو صيانة طارئة، وكذلك أيضا البيع عبر مكاتب المنافذ البيع، برضو دي من الأنشطة اللي نحن بنقوم بها. نعم. وبنقدم بها خدمة للزبون الكريم في على نطاق ولاية الخرطوم. ويمكن نحن في الخرطوم عندنا أكثر من عندنا 85 محطة سب ستيشن، محطات 33-11 هي بتغذي كل ولاية الخرطوم. عندنا 1,000,000 مشترك تقريبا في ولاية الخرطوم بنقدم لهم الخدمة. ويمكن ان شاء الله من خلال هذا البرنامج يمكن انه يعني نعرف على بعض الانشطه الاضافيه ان شاء الله. نعم. باشمهندس محمد خير، كانت هناك اشارات للترشيد وكان عندك تعريف للترشيد وتركيز على الترشيد. كانت الفرصه ضيقه في اثناء الحديث عن المنازل الاقتصاديه، لكن الان الوقت معك، تفضل يا باشمهندس. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتشرف انه نسهر للمرة الثانية في قناة طيبة الطيبة. ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني خفيفين الظل ونقدم حاجة تفيد هذا الشعب. الترشيد يمكن يكون الترشيد بمعنى عام انه انت استهلك الحاجة المحتاجة بالضبط، يعني ما تبذر قدر حوجتك. قدر حوجتك يعني. فاصلا الترشيد ما قلنا الناس ما يخلوا استهلاك الكهرباء، نيفر، ما قلنا اصلا كده. كل الترشيد بكلمات بسيطه جدا، يا اخي استخدم قدر حوجتك. يعني مثلا في غرفه ما فيها اي انسان، ما يكون فيها لمبه مولعه، ما فيها مروحه مولعه، ما فيها مكيف شغال، امشي. لقيت طريقه برضو
ما يكون عندك ثلاثة أربعة، ما أي واحد قاعد له في غرفة ومولع مروحة وبتاع. فهي أنا كان شرطة في المرة الفاتت ثاني ما نقع نعمل هنا نشير إنه الكهرباء دي كمية يعني زي الحاجة وزنها بالكيلو، هي برضو بالكيلو لكن بس كيلو زي المويه وزي الشاي ممكن تكمل في أي لحظة. ثاني حاجة ما بتكمل يعني ما معناته إنه السلك ده مرة عنك أي زول ممكن يشيل منه. وثاني حاجة مرتبطة بحاجات تكنولوجية محددة جدا يعني ما ممكن تقسمها زي ما قالوا بلح نص ونص ربع، لانه اي حاجه شغاله الحاجات الشغاله قدامنا كان الكاميرا كان عندها جهد معين اللي هو الفولت، عندها زبزبه معينه، عندها تيار معين. فالحاجات دي لو ما وثاني لو قلنا هي بتشبه المويه يعني حتى المواسير الكبيره والنقل الكبير وحاجات حقه نوري المواطن انه الترشيد عنده فوائد عظيمه جدا للدوله للمواطن. اول حاجه بيكلف بيقلل لك تكلفتك يعني انت بتكون مستهلك حاجه الكهرباء ما بيقولوش ف عبد الرازق بيشيل من القروش، فاحسن انت قروشك دي ما تبذلها، شوف طريقه قلل التكلفه دي. ثاني حاجه معلش يا باشمهندس انا ما قاعد احب اقاطع الناس وقاعد يقولوا دائما المقدمين والمذيعين بيشيبوا للناس وحاليقول لكن الان ابدا عن المشاهدين داير يشيب لك في حلقك معي. الكهرباء دي الترشيد ده عشان تكون مستمره، لانه انا شفت الشعار معلق في بعض الاماكن وفي يافطات جميله كده. اول حاجه الحمله بتاعت الترشيد دي، هل المشكله انه عندنا مشكله في الكهرباء دايرين الرشيد عشان تستمر، ولا الترشيد ده عنده هدف ثاني وطلب ثاني؟ طبعا يمكن يكون الاثنين يعني نحن بصراحة نتكلم تمام. بصراحة نحن يعني ما زلنا دولة قدر حالنا يعني لو الحمولة والتوليد لو في أحسن ظروف يكونوا قدر بعض في الظروف يعني مثلا نحن جايين رمضان ورمضان في صيف فكونوا قدر بعض يعني أي خلل هنا في التوليد مكنة طلعت معناتها في حاجة فمن الباب ده نحن، لكن احنا دايرين الترشيد يكون سلوك قبل انه يعني حتما. عشان كده انا داير اواصل في انه بيقلل التكلفة ليك انت ذاتك كمستهلك، بحافظ على البيئة لانه اي كهرباء تستهلكها معناتها في مكنة مرقتها وطلع فيها ثاني اكسيد الكربون حق الناس يخشوا يشاركوا معانا العام ده. وانا قبيل التأشيرة انه الكهرباء دي نعمة ونعمة دي نحافظ عليها يعني ما تخش انه بعدين بتقلل الاستثمار في التوليد يعني معناته انت لو نحن ممكن رشدنا بدل يعني عندنا زي ما قالوا احنا متوقعين انه الحموله في ده تكون اكثر من 3000 ميجا وات فلو حصل عجز 10% اللي هو كم 300 ميجا وات لو شلناه بالترشيد زي وفرنا لنا محطه كامله. احنا نرجع لفوائد الترشيد ده وفهم الترشيد لكن ناس التوزيع ديل اظنه او بصوره عامه الكهرباء ده يبيعوا عشان يكسبوا عشان يجيبوا قروش عشان يطوروا عشان الاجهزه تمشي لقدام، ولا الفهم ما كده يا باشمهندس؟ نعم تفضل. طيب انا حقيقه يمكن اذا الناس تكلموا عن الترشيد وعن الـ 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 الناس انه يكونوا حريصين انه يعني يستهلكوا كهربتهم بحسب الحوجة. أنا جاي أقول أول شيء الترشيد ذاته هو مبدأ ديني يعني ربنا سبحانه وتعالى من قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك لكل الحياة لم تكن في الكهرباء فقط. طيب نحن الآن في الكهرباء الترشيد ومشروع كفاءة الطاقة ده مشروع عالمي، يمكن نحن في كل سنة بيكون في دولة، السنة اللي فاتت كان في السودان شاركت فيه أكثر من 25 دولة عربية اسمه كفاءة الطاقة، كيف نرشد الطاقة الكهربائية. والطاقة دي بمختلف أنواعها، إن كانت في الوقود، إن كانت في الكهرباء، مطالب كل العالم الآن بيزعى لاستخدام الأمثل. بالفهم ده اللي بنقول الترشيد هو أصلاً يعني نحن بنزعى إنه يكون سلوك ويكون هو ممارسة. الحاجة الأولى اللي أنا قاعد أقولها ببساطة، الآن الناس بتتكلم عن غلط الكهرباء، على الأقل دار أوفر قروش. ده المبدأ الأول اللي على الصعيد الشخصي. اثنين له مردود أيضاً للمعدات. يعني أنا إذا دار أقول للناس رشدوا كهرباء في البيت، أول حاجة وفروا قروش، إذا كان في زول قروشه يعني كثيرة خالص ممكن يوديها في حتات ثانية، ما قلنا ليه ما تستخدم زي ما قال باشمهندس الجنيد، تستخدم حسب الحوجة. وده ما صعب. هو بيهيفير سلوك
نحن بنعود الناس عليه وبنبدا به من انفسنا. حتى نحن في الشركه بنقول نبدا بنفسنا. يعني انت مركت خليت اللمبه طافيه مولعه ومشيت، المروحه شغاله. واذا خشينا في تفاصيل انا يعني دار اخش شويه، من عندنا اكثر مثلا في البيوت عندنا اكثر يعني معده او جوه جهاز بيصرف المكيف مثلا. تلقى المكيف ده شغال شغال يعني ساعات كثيره جدا والناس مارقين المكيف شغال. في 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 ممارسات نحن عاوزين نخلي المواطن يعني يستخدم مكيفه ده لكن بصوره امثل. قفل غرفتك دي ما تخليها فاتحه، عندك مكيف فريون خليت المنافس فاتحه معناتها انت استهلك الكهرباء اكثر. اللايف تايم او عمر مكيفك ذاته حينتهي، اذا بعيد 20 سنه حيعيش 10. اللمبه بتاعتك دي اذا شغلتها طوالي انت يوميا مولعه حتتغيرها بعد شويه. فنحن دي كلها اكثر معده برضو. الثلاجه 24 ساعه، نحن دايرين الناس ترشد الكهرباء، حترشدها كيف؟ ترشدها ما تفتح المويه. يعني جا الصيف مثلا دايرينك تخلي حفاظه برا او ساخن بارد الثلاجه برا للمويه، لانه فتح الثلاجه وقفيلها وفتح وقفيلها بيهلك الثلاجه وبيستهلك كهرباء كثيره وكده. واحد هيقول لك يا اخي الناس اللي بتتكلم عن الترشيد ديل او ناس السودان بالذات، وانتم يا ناس الكهرباء قد مسكتوا موضوع الترشيد ده وعاملين له حمله هسه وجيتوا في قناه طيب وفي غيره وتتكلموا عشان انتم عندكم مشكله في الكهرباء، ما عشان دايرين سلوك ولا لانه ما في زول في العالم قاعد يتكلم عن الترشيد غير كونين. لا ابدا، هو ده ما صحيح. يعني العالم الان قلت لك مؤتمر اسمه كفاءه الطاقه همه كله الان انه كيف الناس ترشيد. وحتى الان في مشاريع على الدوله كلها متبنيها الان. نحن في جهات الجمارك المواصفات ما بتدخل لك جهاز لانه بيصرف كهرباء كثيره ده نوع من الترشيد. لكن احنا اصلا ابدا اذا هي ما نصائح وارشادات للمصلحه بتاعت الخاصه والمصلحه العامه. في جزء خاص في البيت وفي جزء عام للدوله. فدي كلها نحن اذا الانسان كل هذه المبادئ ما في نفسه فليكن. لكن هذه انت تشتري كهربتك بتستمتع بها، يعني دي حاجه عندك. لكن نحن نقول الارشادات دي عشان ما نخلي المواطن يكون على علم بها ويوفر قروشه ويستفيد منها. انتوا الترشيد ده بس على المواطن بس يا باشمهندس؟ لا نحن ما على المواطن. افتكر انه الليله في ناراتنا جميله. اول حاجه نمشي للعالم الغربي، العالم المتقدم او الدول المتقدمه الخلاصه الديفلوب ما الاندر ديفلوبينج زينا كده. في كثير من الدول لو واحد مشى شاف التقرير بتاع منظمه العالميه للطاقه، في دول كثيره جدا بقى الحموله السنويه بتاعتها نازله بالنيجاتيف. يعني لو استهلكوا اقول رقم سايت نقول 2000 سنه 2016، في 2019 بتكون اقل من كده. ليه؟ ما كفاءه الطاقه عشان ما يقولوا دي حقتنا نحن. صحيح نحن نكون صريحين جدا، صحيح نحن قدر ظروفنا محتاجين نحن قدام الناس محتاجين عشان ما يكون في قطع كهرباء. انت توفر، وحتى شعارنا بتاع الحمله دي لك ولغيرك. لضمان استمرار الطاقة لك ولغيرك. ايوه انا والله قريت يعني قبل الحلقه دي قريتها في واحده من التقاطعات اليافطه وعجبتني. ان شاء الله حاجه مبطولة ميزانيه، ونتمنى من كل الناس انهم يتجاوبوا معانا. وزي ما قال لسي باشمهندس عبد الرازق انه في الخرطوم في 1000 مشترك، مليون مشترك كله، نظن اكثر من 2,400,000 مشترك السودان كله، حاجه زي بما فيه صناعي وتجاري وبتاع. فتخيل ان احنا ذاتنا بالمناسبه في حاجات كثيره جدا. يعني الاوروبيين مشوا لحد الستاند باي بتاع التلفزيون. يعني التلفزيون ده لما انقفلته بالريموت في لمبه مولعه، اللمبه الحاره دي بتاعته بتصرف لها زي 8 واط ولا حاجه ولا اقل من كده، حاجه بسيطه. لكن لو ضربتها في ملايين كم؟ حاجه كبيره. يا جماعه نرجع انه لا تستصغروا الصدقات، نخلي نسيب في الناس انه المسؤوليه، ونتكلم عن الحاجه دي انها كمورد بغض النظر عن قروشك. يعني ما قروشك ما زي ما قال لك ان احنا يعني مثلا في مكيف بتاع فريون، المكيف ده مطالب انه يكون مرفوع بيشفط الهواء الداخل بيبرد وبرجعه لك، ما عنده حاجه غير كده. ما زي مكيف المويه ما تخلي محله قدامه فاتح، فما تخلي محله قدامه فاتح. ما زي ما قال لك عبد الرازق الثلاجات دي وصلت في اوروبا لدرجه عاليه جدا من البتاع، لكن الثلاجه ما فيش البشر في منها مويه عشان ما تفتح وتقفل.
زن 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 دخله مرجع هو ده الاكثر واحد بيصرف في الثلاجه، ثاني ما في حاجه، ما عندها الثلاجه، ما عندها المكيف، عنده المروحه الثانيه، لكن الثلاجه غيرها واللمبه ثانيه ما عندها حاجه. فدي كلها دايرين بس الناس يفكروا الحاجه دي. ولو كان الترشيد ده بس، فاننا نضمن استمرار يا جماعه. برضه بنتكلم عن القطاع السكني، لكن الترشيد ده يعني فيها محلات تانية وفي جهات تانية ما مطالبة بالترشيد برضو يعني. القطاع الحكومي كمان كيف نحن نحاول دي طبعا دايرة لها قوانين، دايرة لها إجراءات مع المسؤولين، وإن شاء الله كلها إحنا كاتبينها في إجراءاتنا كلها الخفض الاستهلاك في القطاع الحكومي. إن شاء الله يقولوا الناس ما يقعدوا بعد ساعة 4، درجة المكيف ما تكون 18 درجة، يعني ممكن أنت تسلك مكيف عشان تتغطى يعني 25 درجة مريحة جدا للبني آدم، فتلقى المكيف 18 درجة الناس تعبانين ذاتهم كده، دي كلها على حساب ناس تانيين. فالحكاية كلها وكلها في إطار إنه البلد كلها تتنامل بتاعتها. ونحن دايرين نقول حاجة مهمة جدا، إنه أصلا الترشيد ده الدول اللي سبقتنا فيه القانون جاب أكثر من الإعلام، صحيح الناس حيعرفوا ويسووا بتاع، لكن بعدين القانون، لأنه في النقطة الشارعة برضو عبد الرازق كفاءة الطاقة والأجهزة، الكفاءة هي حاجة بسيطة جدا، إنك أي حاجة بتدخل حاجة بتطلع حاجة حاجة دايرة أنت، يعني مثلا اللمبة دي داير منها إضاءة، نعم تدخلها كهرباء معينة تطلع منها إضاءة، لكن أي حرارة معناتها دي احنا دايرين ضوء بس ما دايرين منها حاجه، كفاءتها انها تجيب لنا الكهرباء كلها ضوء، ما يطلع منها جزء حراره معناتها دي فقد. فلو لاحظتوا اللمبه البلبله دي لو خرجت زمان العاديه دي حمراء نعم يعني كل السوق بكل اسف لا اسف موجوده في السوق، لكن لمبه ال اي دي ممكن تعبيشها بيدك ما يعني ما في سخان فيها، لكن ما حاجه كثيرة. ما شديده فدي دي الحاجات دي دايره قانون، لانه انا لو قلت للمواطن امشي استهلك اشتري لمبه حاجه كف اي حاجه في بالمناسبه لمبه في ثلاجه اكثر كفاءه في مكيف اكثر كفاءه كلهم في، لكن لو ما في قانون بيلزمه ما تجي اصلا من برا ولو في زول بصنعها هنا يلتزم بال عملتوا ترتيب زي ده مع ناس الجمارك ان شاء الله القانون ماشي عليه. باشمهندس عبد الرازق شايفك كتبتك في ورقتك ده عده نقاط كده، يعني عندك تعليق اظن على كلام الباشمهندس او اضافه؟ تفضل. انا حقيقه يمكن الحاجه اللي بركز عليها دائما دار اقول الترشيد ده عشان برضه المواطن يكون في الصوره، في ترشيد بيلينا احنا كشركه مثلا في التوزيع، وفي ترشيد بيلي الزبون بمختلف القطاعات السكني او صناعي او كذا. نعم نحن عندنا الان عشان نرشد يعني ونقلل الفاقد في الكهرباء بنستخدم معدات بمواصفات عالميه طبعا. نعم يعني عندنا المحول بتاعنا ده يعني حتى نحن برضه بنقول زبوننا ما يمشي يشتري محول من السوق ساوي يجي يقول الله انا المحول ده عندي مزرعة على كيبولاي. عندنا محول بمواصفات، والسوق ده مرات فيه بضاعه قد تكون ما دقيقه. فانا بقول الترشيد البيالين نحن بنكون حريصين جدا ما تخش شبكتنا دي اي معده ما مطابقه للمواصفات او ممكن تسبب ضرر او فقد تسبب ضرر فقد. ما هو زي ما قال لك بجاني هو الفقد كله حراره، كل ما كان في حراره هيد من غير استفاده لا بتكون معناه انت في فاقد. فنحن بنقول انه البيالين نحن حريصين جدا كوابيننا المعدات بتاعتنا تكون مواصفات، ده بيقلل لنا كثير. عندنا قطاع الصناعي عندنا له نظام برضه، عندنا اجهزه معينه اللي هي اسم المكثفات الباور فاكتور كوركشن، ده لازم يركبه بنلزمه بالزام، ده بيعمل لنا برضه تحسين في الشبكه بتاعتنا يعني بوفر الكهرباء بصوره كبيره جدا. ده بنلزم به، وعندنا له ريجوليشن ضوابط وقواعد معينه وعندنا عقوبه اللي بيتجاوز فيه، يعني يمكن يطلع اكثر ضعف في فاتورته اذا ما جاب الجهاز بتاع التحسين بتاع الدفع الصناعي. نعم. اكثر من 100 يعني عندنا ترتيب له. ده كله نحن بنعمله ساعين فيه ببرنامج على اساس نوفر الكهرباء المتاحه عندنا في الشبكه، وده الحمد لله ماشي بصوره طيبه. للمواطنين جوا بيوتهم ونحن بنركز عليه جدا في بعض الاشياء بسيطه جدا هي لكن مهمه. يعني مثلا الثلاجه دي اللي انا ذكرتها دي وانا مصير عليه لانه انا
اكتر زول في البيت قاعد اشوفه يعني حريص جدا انه ما يفتحوا كده، لكن حتى ما توضع في مكان سخن. يعني الثلاجه في ناس بيخطوها في غرفه مقفله ما في تهويه، بيخطوها مع الحيطه، يعني المفروض تكون انت عندك 15 سنتيمتر من الحيطه. دي كلها يعني ممارسات مهمه، لكن يعني الناس قد يشوفوها اي كلام، لكن عندها اثر كبير جدا في اللايف تايم بتاع الثلاجه، العمر بتاع الحياه بتاعتها، بتاع حياتها، وفي كفاءتها، وفي ترشيد الكهرباء ذاتها، لانه بتكون مقدره حتى الثلاجه المكنه اذا انت خدتيها بعيد 15 سنتيمتر من الحيطه، التهويه بتاعتها كويسه، ما بتفتحها الا عند الحوجه. صدقني اذا عملت الكهرباء اللي بتستهلكها في البيت وجبت حساب وقمت بكل الارشادات دي زي ما انا ذكرت في المكيف، وعندنا برضو على معلش يا باشمهندس، المستمع او المشاهد الان هيقول لك يا اخي انا هسه سمعتك، لكن الارشادات دي القاها وين عشان انا اطبقها؟ يعني انا حضرت الان في طيبه او سمعتها او شفت اعلان وكذا، لكن بصوره عامه ليه ما في المكاتب مثلا او محلات التوزيع بتاعت الكهرباء القلي مطبق او حاجه زي دي عندكم برنامج؟ نعم في دليل بالمناسبه، في دليل، لانه حتى بوريك انك انت المكيف ده في الساعه بيستهلك كم اذا شغلته ساعه او ساعتين. عندنا الارشادات دي كلها موجوده في كتيب، وبنجدد المكيف ده، بنعمل لها ابديت كل مره المعلومات حسب متوفر او حيكون متوفر في ذاك متوفر في الفتره الجايه دي. حنعمل عندنا يعني ناس الاعلام والقطاع اللي حيعملوا يكشفوا الدليل ده والارشادات دي للمواطن، حتى هو مرات بسيطه جدا لكن بتعمل. انا بسال الان كمشاهد يعني ما مدير لهذا الحوار ولهذه الحلقه، ولا يعني المقدم بتاع البرامج، لانه متوقع انه اخواننا بيستمعون الان وبيشاهدوك في طيبه، يعني الاول ما نفتح فرصه للاسئله حيسالوا اسئله شبيهه باسئلتي دي، فانا دائما معظم الاسئله اسالها انا عشان لما بعدين تجي اسئله ثانيه نكون غيرنا يعني في نوع الاسئله. يعني اذا قلنا طيب الترشيد بتبدا به الكهرباء، شركه الكهرباء في التوزيع، في الاجهزه المستخدمه، بتقلل الفقد الحاصل في، انا قبل كنت بقرا يعني في واحده من صحف اليوم كان في كلام عن الفاقد في النقل والفاقد في التوزيع، وفي ارقام يعني ما قدرنا نسحب بها المواطن، لكن وصلنا وين في انه نحن نشتغل زي الناس السابقون والدول المتقدمه اللي قالها الباشمهندس محمد خير، وصلنا وين في انه نحن نشتغل حسب المواصفات في النقل وفي التوزيع؟ يعني نقدر نقول ماشيين طيب كويس؟ نحن ماشيين كويس حقيقه، يعني يمكن نحن فاقدنا قبل يعني اكثر من 10 سنوات او كذا كان 25% الفاقد، والربع الربع الكميه، يعني الكميه كانت مفقوده. لوسز السبب كان شنو يا باشا؟ هو طبعا طبعا العدادات البري بيد ميتر والدفع المقدم كان اثر، بعدين برضه كان في بعض الممارسات والجبادات، والكهرباء كانت في الحتات البعيده يعني متاحه انه الناس ممكن، انا بقول يعني انا ممكن يعني هي الكهرباء طبعا سرقه، يعني الان الناس الزوب ده في النهايه قلة. الحته الثانيه برضو خطوط النقل، خطوط النقل نحن عندنا في التوزيع طبعا مايلين في التوزيع. لا نقول النقل دي انا ما قلتلكم، بس برضو النقل برضو هو طبعا في ستاندرد للفاقد ده. طبعا انت في فاقد فني وفي فاقد غير فني. الفاقد الفني هو ذكرته لك قبل، محول ممكن يعمل فاقد، الخطوط لما تكون طويله، كل ما تكون طويله بتكون فيها ماشيين في انه يقل. انا قريت ارقام عجبتني، يعني انه عايزين نقل اليوم من 4.7 ل 3 ده في النقل. نحن بالنسبه لنا ده عالميا، عالميا مقبول الكلام ده والحاجه، ولا لسه نحن مخلفين يعني؟ أيوة عشان نطمئن يعني احنا وين من الناس الان؟ لا لا، هو في النقل يمكن الفاقد افضل يعني مقبول يعني. طيب عندكم في التوزيع؟ نحن في التوزيع فاقدنا الان 18%، وعندنا خطة ما كبير يا باشمهندس والله. هو طبعا بالنسبة لنا نحن بنقول كبير ما شوية، لكن بشبكتنا وهيئتها وكده، لكن كل مرة ماشيين. يعني عندنا الآن خطة بتاعت الفقد نقلله ل 11. طيب السبب شنو في انه يكون 18 في الاول عشان المشاهد برضه يشترك معك؟ طيب هو طبعا في حاجه بيقدر يساهم فيها يساهم، يعني في اسباب كثيره. اول حاجه في اسباب في الشبكه بتاعتنا ذاتها، كفاءتها، نوعية المعدات الموجودة فيها سابقا، قد يجوز يكون في فاقد، في فاقد لابد من يكون طبعا. انت في فاقد 6% ده يعني ده العالم كله ده الايديل يعني ممكن تقول عليه، ده المثال ده المثالي.
اما احدى يعني نحن الان ماشيين يعني نحن ماشيين 18 وماشيين للافضل يعني يمكن اذا قارنا ببعض الدول في ناس ما زالوا ما عملوا الدفع المقدم الفاقد بتاعهم 30 وكبير لكن نحن بنقول هو اسبابه في شبكتنا واحيانا برضه ربع الحصار الاقتصادي الامريكي حياثر في الحكايه دي يعني وطبعا ان شاء الله ده يكون عنده اثر وما في شك ده معدات وبعض المعينات اكيد بتساهم يعني بطريقه مباشره وغير مباشره في الحته دي يعني نعم باشمهندس الناس دي المجتهدين يعني عشان يقللوا يبقى الحكايه على المستخدمين سواء كانوا مواطنين في القطاع السكني او في كل القطاعات زي ما انت قلت الناس يرشدوا لكن السبيل للترشيد ده قد ما يكون بالفهم بس وبالاعلام يعني انت قبل قلت محتاجين لقوانين طبعا هو الان رجعنا لانه نعم. حتى الحاجه اللي قدمها السيد الوزير امس في المجلس الوطني خطة كفاءة الطاقة خطة تنفيذية عندنا خطة تنفيذية لكفاءة الطاقة بتبدأ من التوليد مش النقل بس حتى ناس التوليد يزعوا انهم التوليد طبعا عنده حاجات كثيرة جدا مواتر وحاجات عشان ما تخليك تشتغل زي ملحقات يعني فيقللوا استهلاك الملحقات دي ما امكن يشتغلوا مواتر كفاءة عالية يجيبوا كلهم في كلام عن التوليد هنا التوليد المائي والتوليد الحراري احنا في السودان بنجمع بيناتنا الاثنين ما يعني رغم انه كلامنا معنى التوليد لكن عشان المشاهد برضه يعرف والله احسن يعرف كله طبعا نعم. هي ما ثلاثة محاور المحور الاول محور التوليد توليد في السودان لحد ياسي معظمه توليد مائي اللي هو اكبر محطة عندنا في مروي ب 1250 ميجا واط الروسيرس 280 ميجا واط في سنار صغيره كده 15 ميجا واط وحتخش ان شاء الله لا قاعده دي شغاله جبل اوليا 30 ميجا واط وعندنا في خشم القربه زي 17 ميجا واط وعندنا المحطه الجديده في سيتيتا دخلت فيها وحده واحده والوحده الثانيه ان شاء الله تخش نهايه الشهر ده ان شاء الله دي الوحده 80 ميجا واط بالاضافه للمحطات احنا نجينا جميعهم ما جمعناهم لكن خلينا ناخذ اخونا مبارك مرحبا بك يا مبارك السلام عليكم فقدنا مبارك ونذكر بأرقام الهاتف التي تظهر الآن على الشاشة 0183-44-88 و0183-40-77-90 مرحبا بكم وبمشاركاتكم كان معنا مشارك وفقدنا الاتصال معه أرجو من الإخوة الذين يتابعوننا عبر طيبة إذاعة وطيبة قناة انهم لما يجوا يتكلموا معنا يتكلموا عبر الهاتف ويبتعدوا من التلفزيون او الراديو. مرحبا بك يا العطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا العطا تفضل. التحيه لك وتحيه لضيفتك وتحيه للفريق الفني في البرامج جميعا. بارك الله فيك، تفضل يا العطا. الكهرباء نسمع عن تصدير الكهرباء لدول الجوار يعني واحيانا الكهرباء عندنا يعني حتى يعني فيها قطوعات ما فيها من قطوعات هنا في الجزيره خاصه يعني والله قطوعات يعني متواصله يعني يا العطا يعني العطا احنا الليله كلامنا عن الكهرباء من بوابه الترشيد وبنركز على ولايه الخرطوم عشان كده من بدايه الحلقه انا قلت يزورونا اخوانا في الولايات وفي الجزيره لكن واصل انا ما كنت متابع البرنامج من البدايه طيب بس يعني استاذ سامي بالنسبه للقطاعات يعني انا عندنا في الجزيره والله خاصه المناجل يعني وخاصه المناجل في دور الارض المناجل يعني يطلع العبطه غلية الفخاخي الفرجاب والسرير الدار والسرير العيد والعبطه عبودي والعبطه حسين وما الى ذلك من القرى يعني قطاعات مزعجه للدرجه والله حتى يعني العجز الكهربائيه يعني تتعطل بين الاولى والاخرى يعني فنرجو يعني مراحل حتى يعني لو كان في بلاغ يعني البلاغ يعني شكرا يعالج البلاغ بسرعه يعني شكرا شكرا يعني لك على عطاك كتر خيرك ونسمع ان شاء الله من الاخوه رغم انه بعيد من موضوعنا لكن نسمع تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يحييك نحييك ونحيي الضيوف ان شاء الله بارك الله فيك تفضل الله يحييك انا ما اعرف السؤال عن التوصيلات الجديده او العدادات الاضافيه في المنظومه دي ولا ما في مشكله نسمع منك رغم اننا نتكلم عن الترشيد وكهرباء ولايه الخرطوم على وجه التحديد لكن ما مشكله بما انك من الخرطوم نسمع مشكلتك برضو عسى ولعل انه نلقى اجابه يعني تفضل يا محمد مال العدادات والله انا مثلا كان عندي عداد اضافي نعم فلما مشيت اقدم للعداد الاضافي قالوا لي لا تجيب لنا الورق بتاع البيت مثلا بتاع البحث وكده ايوه ويا شهاده بحث يا هنا يعني عقدي ايجار
قاعد يقولوا كده طوال. ايوه اها ايوه. انا طبعا ما احنا منطقتنا الفعل العداد الاضافي دي المنطقه دي كانت حيازه للرشاق جنوب. اها يلا انا العداد الاول العداد واستلمته واشتريت كهرباء وجبت لهم دي ورقه الكهرباء وده الورق بتاع البيت وكده. قال لي لا لا لا, لا الا تمشي معرف المجاهدين يجيب لنا ورقه من وين ما عارف شنو. ثاني انا شات البحث شغال في جراءات لكن بعيد جدا انه انا استلمه. نعم صعب لك صعب لك الموضوع يعني. دي الناس وين يا أيوة. محمد؟ اللي هم طبعا ده نحن اختصاصنا في الحلفايه. نعم نعم نسمع ان شاء الله نشوف. انا العداد العداد الاول استلمته عندي كهرباء وبيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن يكون ده يعني باب حل المشكله دي لان سمعنا صوتك. اتفضل يا فضل. ديك العافيه يا باشمهندس. بس بحاول عن انه فرق تكون المكاري تحت البخار اللي بتدخل السودان دي اساسا بيكون تصنيع غالبا يا في سوريا سابقا يا كانت موجوده في مصر. فنحن بيجينا المكاري دي بمواصفات غير يعني ما انا ديباجه ولا مقصود على المكاوي تقصد المكاوي الكبيره بتاعت المغاسل ولا المكاوي في البيوت؟ بتاعت المغاسل بتاعت المغاسل تمام بتاعت أيوة المغاسل بحبت. تمام نعم. شكرا لك شكرا لك يا فضل يعني سؤالك في مكانه. نكتفي في المرحله دي بالعدد ده يا جماعه ونشوف اذا في فرصه ثانيه ان شاء الله سنفتح باب مشاركات واسئله عبر الهاتف للاخوه الذين يتابعوننا. نجاوب عليهم سريع ونرجع لموضوعنا. مبارك فقدناه والعطا من المناقل عنده مشكله في القطوعات في الجزيره وقال بنسمع مرات كلام عن التصدير وده هي بعيد من موضوعنا لكن احسن نسمع منه يا باشمهندس يعني عندكم في كلام زي ده الان. هو طبعا انا اخلي ولا ربط ولا ربط نحن حقيقه يمكن بالنسبه للجزيره وانا يمكن يعني على حظه انا كنت في ولايه الجزيره 3 سنوات مدير ولايه الجزيره وكل المناطق اللي ذكرها دي فعلا هي مناطق يعني صحيح فيها طرق وعره وبعيده وكذا ولكن تم يمكن في الفتره اللي فاتت اكثر من 3 محطات يعني المحطات اللي ذكرها دي في الفريجاب وكده عملت محطه في طابت وفي محطه في الجاموسي في الماطور على المناقل على المحيريب المحطه دي كلها محطات بتاع التوزيع بتاع التوزيع ودي كلها في اطار خدمه يعني للغرى البعيده دي وكذا وتقليل الفاقد. انا بتفق معاه هو صحيح مع الجزيره بامانه فيها خطوط في خط بيصل 160 كيلو يعني بعيد في خطوط يعني بالرغم انه في جهد كبير جدا تم لصيانتها وكذا ويمكن بذات السنه دي تم صيانات على مستوى كل الخطوط نتمنى انه يعني في الخريف واكثر الاشكالات في الخريف الان ما عنده مشكله في فتره الخريف يعني نعترف بانه عامه بيكون في بحكم انا عملي في عارفه لكن اطمن انه في شغل تم وفي محطات جديده ان شاء الله يعني تساهم في استغراق الكهرباء فيها. اما الربط ذكره ده انا ما عارف هو قصده شنو لكن طبعا عموما الربط ده بيكون فيه انت بالنسبه لك فائده بيجيك انت يعني الان ربط الاسيوبي احنا بناخد منه 200 يعني بناخد منه في كهرباء بدونه هم مش بنديهم نحن فانا ما قاعد اعرف القصد شنو لكن الربط ده عالميا كل ما تربط مع دوله انت بتستفيد وبتستفيد يعني لانه قد يكون في وقت انت عندك فائض في وقت الموسم اذا كان شتوي هنا صيفي انت ممكن يدوك وكذا فده جزء العدادات والمشاكل بالنسبه بقى. لاخونا محمد في الدروشاب طبعا العداد الاضافي ده عنده اسس عنده برضه يعني شروط ما يزول ده العداد الاضافي من الدسائي اذا بنجي نشوف هل حمولتك انت عندك حموله جديده اضافيه بتستحق عداد اضافي او قسموا البيت يمكن او يعني أو قسمتوا البيت دي كلها معاينه فنيه بمش ما بزعل على الورق ولا ما على الورق الورق ده فقط نحن بنرتب عشان نضمنه حتى شهاده البحث ذاتها لو قديمه بنفس الشيء ما قاعدين لكن المناطق دي في جزء بيلي المحليه او ولايه وزاره التخطيط بالولايه هم بيروا انه بعض المناطق عشان ما يمتد فيها امتداد عشوائي في السكن قالوا ما تدوا زول كهرباء الا نوريكم انه الزول ده لانه في ناس بيجوا سايب ابنه سايب مواقع وده من باب الترتيب والاطمئنان على الحته لكن اذا ما عنده شهاده بحث ومناطق حيازه في شهاده معينه بتجي من المحليه والمجاهدين اللي قالها دي لي وزاره التخطيط في شهاده بيدوك لها يطمئنوا انك انت ماشي بطريقه سليمه والجزء بتاعك ده مخطط ومعروف عندهم.
طيب سمعت الإجابة يا محمد، إن شاء الله يكون التوجيه ده يعني مقدور عليه وأنت تقدر تمشي لقدام. أخونا فضل من صوبة بيتكلم عن المكاوي بتاعت البخار بتاعت المغاسل الكبيرة ومحلات الغسيل الجاف وكده، قال مرات بتخش من سوريا ومن بعض البلدان وما فيها مواصفات. هو طبعا ما كلامه صحيح، ده يمكن كبير اللي ذكرنا، عندنا كثير من المعدات حتى في المصابيع الاضاءات اللي بتجينا دي ما مواصفات، وده يمكن ان شاء الله انا قبل ذكرتها وممكن اخونا باشمهندس الجنيد يبين في القوانين والريجوليشن اللي بتدعمها عشان تضبط بالمواصفات مع الجمارك ما هي معده حتخش البلد. يعني الموضوع ده ما حق ناس الكهرباء برامه وناس ايوه في جهات ثانيه في جهات ثانيه. باشمهندس نبدا من موضوع المكاوي دي وهي جزء من كفاءة الطاقة على الأجهزة. نعم احنا نتكلم عن كمثال يعني. نعم كمثال، لكن بقول انه نحن طبعا انه قلنا انه تذكر انه قلنا الترشيد ده الحته الدول الصبغات نجل العائد الاكبر جهه من بعد بقت في قوانين. زي ما ذكر نحن كان قبل فتره جبنا لمبات، حتى لمبات حتى الحاجه المكتوبه فيها ما مطابقه لها. يعني لو اقول لك اللمبه دي 18 واط وتجي تلقى ما نعرفه ما دايرين نلخم بها، لكن في حاجه اسمها معامل القدره. ودي لانها كل ما تكون معامل قدرتها اكبر هي بتكلف في الصناعه، فيمكن عندها ناس يمشوا يجيبوا اي حاجه كمان. ففي وصلنا لمعامل قدره اقل من 20%. 20% دي معناتها انت بتجيب حاجه بتصرف 5 مرات قدر الكتبه اللي دي، ودي حاجه خطر جدا. فدي موارد مهترة، دي دائرة البوابة دي تكون مكفولة المواصفات والجمارك. المواصفات نعم. قبل المواصفات دائرة قانون اللي هو قلت لك احنا عديناه ملامحه العامة انه اي جهاز كفء نخليه يخش مجانا، بيرجع للدولة على الدولة ذاته عشان الناس كلهم يفهموا فاهم كويس، اي ما كفء خالص يخش مجانا مثلا ما يكون على جمارك كبير. نعم. مقبول يكون على جمارك مقبولة كده، كفاءته مدنية ما يخش، لا يخش ولا يصنع. فدي الحاجات المواطن دار فيها مساعده الدوله. ماشي وين احنا في موضوع التشريع ده وصلنا وين يعني؟ نحن يعني زي ما قال فيما يليكم انتم خطوط احنا طبعا بالمناسبه النقله الكبيره جات لله من عداد الدفع المقدم، ودايرين المواطن يعرف انه الحاجه دي حقتهم. يعني هسي ناس عبد الله لسه كنت معاه قبل شويه بتكلم عن مخالفات وزي في حاجات، يعني الناس ما يستثمروا حق الحكومه، والله حق الحكومه ده انا افتكر انه اخطر من حق الناس، يعني لو شلت حاجه من سامي ده ممكن امشي لسامي ده يستسمح حق ايوه، لكن أيوة. الحكومه دي حق الناس الباقيين كلهم يعني الراقد في الشارع، الراقد في الخور ده وما حق الحكومه، هو حق الناس كلهم الدوله يعني. فدائما الناس فعلا في يرتغوا بمسؤوليتهم تجاه الوطن ده، وزي ما قبلت لنا انه دي موارد بغض النظر عننا، فدائما محدوده ومحدوده، اهم حاجه انها موارد محدوده الحكومه والدوله، دولتنا دي الحكومه دي ماشيه لكن الدوله دي قاعده والناس كلهم يحافظوا عليه. هذه والله هذه الكهرباء نعمه يعني. نحن كان جينا سائد كده تكلمنا الطاقه دي ما من ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده خلق فيه الطاقه، حتى مصادر الاوليه والناس كلها عارفين الفحم والبترول الطاقات المتجدده والطاقه الحيويه اللي فيها الفحم والبتاع كلها، فكلها دايرين احنا نحافظ عليها. يعني الحته دي لو ما حافظنا عليها فيها مشكله، يعني فيها مشكله، ده حق اجيال، في حق اجيال، في تلوث، وس العالم كله. بالمناسبه انا قبل ذكرت لك انه من الحاجات الثانيه المحافظه على البيئه، لانه الكهرباء دي مما تنتجها من مصادر اوليه، الكهرباء ما مصدر طاقه اولي، الكهرباء صناعه طاقه لكن مصنوعه. نعم. يا جاي من البترول ولا جاي من تسويق. أيوة. انت كده قلت ارقام كده قلنا لك جميعها ونرجع لها ثاني. تقول لنا يعني احنا المنتج كم عشان برضه المشاهد يعرف عندنا كم والباقي لنا كم، او الفرقه كم يعني تقريبا؟ هي طبعا الفرقه ما نقدر، معلوماتنا اول دائما المعلومات في السودان صعبه. مثلا لاحظت اليومين دي اي عربيه ماشيه فيها ثلاجه ولا مكيف، رمضان جاي والبتاع، فالضغط عليهم في المتوسط حاجه المتوسط. زياده في حاجه في اول توسع افقي، ناس عبد العزيز كل يوم بيجي زول ناس بيوصلوا له ده توسع افقي. وفي راسي في البيت الواحد، الليله جابوا تلفزيون زياده، بكره جابوا لهم مكيف زياده، الاولاد قالوا ما بيقعدوا هنا مع ما جابوا يعني في الاثنين شغالات. فالموضوع
ما بتحصل بسهوله. لكن انا جميل برضو من الاشياء اللي وقفت عندها وانا بعيد في الحلقه دي، انه الطلب الاقصى على الطاقه على الكهرباء في السودان اللي هو 3100 ميجا وات تقريبا، يعني 3100. هل عندنا دي بنصل الان توليدنا بيصل الرقم ده او قريب منه؟ أيوة. ناس التوزيع هو طبعا هو الطلب مع التوليد مع الطلب الان هو تقريبا ما في، يعني ما في مشكله، متوازن يعني تقريبا، يعني ما في مشكله، ما في يعني مشكله تذكر بانه في. انا لا اقول انا بقول بسال السؤال ده ليه؟ عشان نرجع لموضوعنا بتاع الحلقه. اذا كان اصلا توليدنا قريب من احتياجنا وطبقنا الترشيد، هل ممكن نطمع في انه الكهرباء ما تقطع الا حاجه خارجه عن التخطيط؟ نسمع الاجابه منكم، لكن خلينا نشرك كده بعض اخواننا ثاني في بعض الاسئله. تفضل يا عباس. مرحبا. تفضل مرحبا بك. عليكم السلام. عليكم السلام يا عباس. زحمي جنب النازل وزحمي جنب التلفزيون واسمعنا بالتليفون. نعم حاضر. ايوه مرحبا. عليك السلام. اي تفضل سامعينك. عليك السلام. فقدنا عباس، وبرجو انه اي زول عايز يتواصل معنا يا جماعه يكون بعيد من التلفزيون، بعيد من التلفزيون وبعيد من الراديو وبعيد من الناس اللي بيتكلموا معه، ويسمعنا عبر الهاتف، يعني يسمعنا عبر التلفون اسهل ليه واسهل لنا، عشان نضمن انه صوته يصلنا ومعلومته اللي عايز يسال منا او عايز يضيف لنا اتصلنا بصوره سريعه وسليمه. ونشكر اولا واخرا كل الذين يحاولون انهم يتصلوا بنا الان، ونرجو بس انه يتقيدوا بالطلب ده يزيح بعيد من التلفزيون. باشمهندس المنتج قريب من المحتاج له. نعم. بالترشيد ممكن نصل لتيار مستمر؟ نعم اكيد بالترشيد بيكون معداتنا ماخذه راحتها، بيكون الشبكه يعني ماخذه يعني كل الاستقرار ما بكون فيه، اكيد بيكون في اثر كبير جدا على الشبكه على الاستقرار. يعني كم نصل لكم تقريبا بالترشيد في القطاع السكني؟ يعني اي في خبر، يعني في حاجه حصلت في واحده من الدول الاوروبيه واظن ايرلندا، الناس بيحبوا الرجبي جدا، وفي مباراه بعد المباراه انتهت الناس كلهم كانوا متقرفين، كلهم مشوا دخلوا الكوبس بتاع اللي يسووا كوفي، فالسيستم حصل لكم وقعه انهار. فما تتخيل انه يعني لو جينا تخيلنا انه قدروا نغذي الناس، اي زول عنده حاجه نغذيها مستحيل في اي دوله في اللحظه الواحده مستحيل. ودي التطرف اللي نقوله، دي اقصى اليمين اقصى اليسار، الناس دي كلهم لو كلهم فصلوا الكهرباء برضه السيستم كله بيقع، لانها هتبقى زياده، هتبقى ما في لو بيقى ما في اي زول ما داير كهرباء برضه المحطات التوليد بيقع. فزي ما قال الحكايه لازم تكون نبتغي بين ذلك سبيلا. ايوه اتفضل يا مصطفى. فقدنا اخونا مصطفى وعرفنا انه كان معانا من مروي. احنا ننتظر قليل وبعد ذلك احسن ندي فرصه مره واحده لكل الذين يتابعوننا، لكن عشان ما نقطع الحديث بتاع الاخوه في الاستوديو، يعني احنا عايزين الناس يستهلكوا، لكن يستهلكوا بفهم بالضبط. ودايرين نقول ونأكد، وان شاء الله نحن المسؤولين من الكلام اللي بنقوله ده، لو حصل ترشيد اي بني ادم اي مشترك استخدم فقط الكهرباء التي يحتاج اليها ما حيكون في مشكله اصلا، ان شاء الله ما حيكون في مشكله. لكن لانه اي حد نحن عندنا نقول 2 مليون مشترك بس، ما نقول ال 2 مليون دول ان شاء الله تفاعلوا معانا 70%. اي واحد طفى لنا لمبه بتاعت 140 واط في مروحه ما شغاله خلانا، بالمناسبه الحاجه دي ما طوالي الليله طفى لنا، بعد شويه طفيها، انا بعد شويه في عبد الرازق، يعني انا داير في اللحظه الحاجات دي ما تكون فيه، يعني ما والثلاجه نخلي الفتحه والقفل، الثلاجه نخلي الفتح والقفل تكون زي الاوف، المكوى توزينها محل معين، المكوى طوالي ما شغاله، طوالي في اعلى درجه. آه نعم بتفصل طوالي، بتفصل الكهرباء، ما فيها كهرباء، بتستعمل حرارتي لحد ما تسخن ثاني. فكل الاجراءات دي لو اتعملت قطع الشك ما يكون في فائدة، لانه انا كان حسبت مثال لمبه ل 70% من المشتركين، اقل مروحه ل 70% من المشتركين، مكيف مويه ل 10%،
ومكيف مويه ل 10% دي عشان نوضحها برضو للمشاهد. لو الناس اللي عندهم مكيفات الفيلم لو وقف لنا واحد بيساوي له زي 10 من ده المكيف الفريون اي بيساوي 10 فخلينا نقول بتاع مويه و10% فافتكر الكلام ده ما مستحيل. ده بيوفر زي ما بيجيبوا محطة بحر الحرارية كلها محطة الشهيد يعني زي اللي وقفنا لنا محطة كاملة. فشوفوا قبيلة نحن نرجع للأهداف اللي قلناها من قبل الاستثمار في الطاقة يعني كان ممكن لو نحن كل الاستثمار ممكن نطلع نمرة اثنين البيئة نمرة ثلاثة الصيانة ذاتها بنكون أدينا فرصة يعني صح أيوة المكنات والمكنات المكنات دايرة لها صيانة دايرة لها وفكت دايرة لها فترة راحة شوية عشان تطلع. يا باشمهندس احنا لما نيجي نتكلم للناس عن الترشيد والسودان داخلين مستثمرين بالتاكيد فيهم في القطاع الزراعي والصناعي وفي كل القطاعات الخدميه الاخرى عايزين طاقه. لما نيجي نقول والله احنا عايزين نرشيد ويجب ترشيد الكهرباء والترشيد ما بندي صوره سالبه للمستثمرين انه كانوا عندنا مشكله في الكهرباء. نسمع منك وبعد ذاك يضيف لنا طبعا ما عنده علاقه بالعكس هو المستثمر بيهمه ما يستثمر فيه من انتاج يكون عنده سوق يعني دي الحاجه. لكن ابدا يعني ما اظن انا افتكر المستثمر بالترشيد ده ياخذ فكره سالبه عن انه المساله فيها يمكن الناس عندهم مشكله وعدم استقرار لا الكهرباء او كده يعني انا انا اقول انه زي ما ذكرت ترشيد الكهرباء بالمناسبه في ارقى الدول المتوفر فيها الان هو دعوه للترشيد يعني الترشيد ده اصلا ما مربوط بانه نحن عندنا نقص في الكهرباء او كذا يعني انا باكد على الكلام ده كل العالم يعني الان في نهايه تلقيه يقدم اوراق على الترشيد عن كفاءه الطاقه بدليل ذكرته لك في البدايه. لكن انا داير اقول انا كلام مهم جدا على القبيل يعني انا داير اوريك انه اذا نحن استعملنا فقط الاضاءه المحتاجين لها المراوح مرقنا من الغرفه قفلنا المروحه بغرفة. الحتات فقط المحتاجين لإضاءة بالنهار نستغل الشمس نقفل هنا نفتح الأبواب تجيها تهوية ونستغل ضوء الشمس لإضاءة البيوت يعني المروحة ما نشغلها ونخليها شغالة النور بتاع الحمام دائما والمطبخ دائما بيكون 24 ساعة دي كل أشياء لو نحن خدتين الأشياء دي بالكلام اللي قلناه والمكيف زي ما نحن قلنا فيه إنه يكون الغرفة مقفلة كلها الستائر مقفلة ما يكون في أي نفس التلاجة الغسالة برضو فيها إرشاد يعني أنت دائما تخد كلها تستعمل كل القوة بتاعتها ما تستعمل تجيب ملابس بسيطة وبالتالي تدخل قدر ما تخد كل السعة بتاعتها أفضل. التلاجة ذكرنا فيها التلفزيون الناس في ناس بينوموا وخلوه شغال يكونوا قاعدين كده أول ما ينام فالمكوى برضه انت داير تكوي بتكوي باستمرار المكيف برضه بالمناسبه لما تشغل وتقفل في حاجه اسمها الستارتنج كرنت تيار البدء ده عالي جدا ده بيصرف كهرباء. انت شغل المكيف ده خلي الغرفه تكون خلاص رطبت اقفله عدي بيه فتره بعد ذاك الحته دي الارشادات دي انا ذكرتها اذا زول عنده 10 لمبات وعنده ثلاجه وعنده ثلاثه مراوح وعنده مكيفين وعنده مكيف فريون وعنده مكوى وعنده غساله اذا كان بيصرف 150 او 170 اذا عمل الارشادات دي بينزل ل 75 75 شنو؟ 75 جنيه انا بتكلم عن قروش عشان في كم؟ ده في الشهر انا بتكلم عن الشهر نعم. اذا 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 كل الارشادات والكلام اللي قلناه في الثلاجه والتلفزيون والمراوح ومشى برضه اللمبه اللي بتشتريها ذكرها باشمهندس قبيل اللمبه بتاع ال اي دي دي موجوده اللي هو بيقول اللمبه اقتصاديه دائما الزول ممكن يتحرك جات الان لمبات فيها تشارجر يعني ممكن كهرباء قطعت بتكون لك قاعده فتره فدي كلها كشاحن عديد كشاحن فدي كلها لو الناس يعني بقت سلوك من الابو للاولاد وكلهم يلتزموا بالكلام ده صدقني بوفروا في الشهر يمكن الواحد يوفر له اكثر من النص الموجود. وانا عندي مثل برضه لو واصل بعدين بالحكومه المكاتب الحكوميه دي اكبر مشاكل بعدم الاستعمال الامثل للكهرباء. برضه انا اضرب لك انا كنت في ولايه من الولايات امانه الحكومه بيصرف في الشهر 13000 اللي هو 13 مليون كهرباء عن كل الامانه الحكومه.
الحته دي تم فيها بعض الترتيبات، حتى قال المكتب بتاعه وجه فيه الوالي المسؤول والوزراء خدتوا الحته دي. قالوا انت اذا ما جيت مكتبك الزول الشغال الفراشه ما تجي يشغل المراوح واللمبات والمكيف، بعد ساعه هي شغاله ساعه وبعدها انت تجي وهي شغاله، ولما تمرق ساعتين شغاله. قالوا اخواننا بس انا جيت اشغل انا اطفي، خدتوها ارشادات برا. اللمبات برضو المراوح الحته دي في الحكومه لانها فيها ضغط عالي بالذات لود نهاري، وانا هنا يعني حموله بناشد نهاري يعني بناشد يعني كل المسؤولين في مكاتب الدوله ما يفتكروا انه الكهرباء دي حاجه يعني في ناس بيجي في يعني جاي علينا رمضان بينوموا في بيخلوا هنا بينوموا في المكاتب بيخلوها شغال. هو كهربته مجان؟ هي ما مجان تدفع لها الان الحكومه، هي زول اي انا الان الحكومه عندها كل دفعه في الميزانيه. لكن انا داير اقول شنو؟ والحته دي انا وقفت على التجربه من 13 مليون نزل الصرف لاقل من 5. الكلام ده حقيقه في الولايه من الولايات وقفوا ليه بالترشيد. بقت تجربه الناس ممكن تجربه بقت. فانا داير برضه ناس اناشد خدته ما يقفلوا المراوع في الحكومه الحياه اللي نادي يكون الاستخدام ليه امثل. صدقني نحن الان في الخرطوم لودنا النهاري اكبر من الليلي. في الخرطوم اللود النهاري اكبر من الليلي، وده مؤشر بالمناسبه على اساس انه معناتها مكاتب الحكومه والاشياء اللي دي مؤشر بانه هقول لك عشان السخانه بالنهار وبالليل الجو بارد. هو الناس ممكن يستخدموا الامثل يعني انا ممكن غرفه فيها خمسه ثلاثه مكيفات شغاله على الاقل تلقى امزاد ويجيب له الرطوبه، تلقى الواحد بعد شوي يقول لك الرطوبه كده. فهي من ناحيه صحيه من ناحيه بتاع الترشيد. فكده نحن الفهم ده برضو اخواننا في المؤسسات الخاصه والعامه كده برضو خدتوا الحته دي، وانا متاكد حيكون عندها امباك بالنسبه لنا. الناس التوزيع يعني حكايه الترشيد دي ماشيين فيها ممتازه يعني. لا هي طبعا ما عندنا بعدين تاني نرجع لحكايه المستثمرين. بالمناسبه نحن كان بيجينا كمان شعب منظم افضل وداير استقرار للتيار. فالاستقرار ده بيجي بالترشيد، بيجي بانه فعلا والكلام اللي قال عبد العزيز ده مثال حي، ونحن كاتبين برضه في خطه كفاءه الطاقه انه نعمل الحاجات الحكومية دي كمثال، لأنه سهل جدا تحصيرها. في قراءات لكم شهر وسنة عاملنا، وإن شاء الله نبدأ في بعض. أنا كنت متوقع الإخوة اللي دخلوا بالهاتف هو الناس اللي كانوا بيحاولوا يخشوا يقول لك يا أخي الناس الكهرباء دي ذاتهم دي ما ضابطين هم ذاتهم ترشيد في نفسهم ما مرشدينه لأنه في بعض الشوارع والكباري بتلقاها منورة حتى وفي النهار. ما حقتنا الكهرباء هذه حقت المحليه ما حقت الكهرباء ما انت ما المي انا قصدي انا متوقع صح احنا داير نتكلم عن الحاجه دايرين الترشيد. قبل قلنا ايوه الحاجه اللي عايزها نمره اثنين الوقت اللي عايزه، ودي مهم جدا برضه يا جماعه لانه انا عندي قدره وفي طاقه ما دايرين نخش في حتات معينه، لكن يعني مثلا قدرة شبكتي زي ما قلت ثلاث هيستفيدوا منها الاخوه الطلاب يعني في الشهاده السودانيه قدره دي بتاع. ففي بعض اللحظات يعني احنا جاي علينا رمضان والدنيا صيف، فاي نشاط ممكن تاجله ما تعمله لان في الوقت اللي فيه ذروه. ايوه ذروه في رمضان يعني مثلا الذروه النهاريه الناس في المكاتب زي ما قال عبد الرازق نحاول نقلل برضه لكن برضه اي حاجه ممكن ما تتعمل في الوقت ده ما تتعمل. الدنيا ماشيه على العصر كده الخلاطات والبتاع نعم. بالليل المساجد والتراويح والبتاع، فالمكوى الغسيل الفرن بتاع امر قولي انا برا من الحته دي لانه ما هي شنو يعني من يستقبل ما يشتغل بفرن الكهرباء يشتغل بفرن الغاز مثلا لا خليك ما فرن الكهرباء ذاته بس لما يكون وقت تحت نعم. لانه لو نحن كنا دايرين والله انا كنا دايرين نجيب لكم النماذج بتاع المنحنى بتاع الحموله نعم. فنحن بالليل لحد ما كانت بتعاني بالمناسبه الناس التحكم يتعبوا انهم يوقفوا شنو يخلوا شنو ما الحموله تنزل شنو نعم. كلمه اخيره باشمهندس عبد الرازق. طيب انا بالنسبه لي برضه في الحته دي والكلام كثير حقيقه ونحن مرات بنشاهد لكن انا داير اتكلم على الاناره اناره الشوارع دي اناره الشوارع دي يعني نحن حصرنا عدد الاضاءه اللمبات الموجود في نوعين، في إضاءة في الشوارع الرئيسة فيها الرئيسية في الخرطوم فيها عدادات والمحلية أو بتشتري لها الحكومة بتشتري لها ومرات فيها سينسر بالليل أو في حساسات حساسات بتجيب، لكن في بعض لمبات الشوارع قدام البيوت
ديك شغالين بدون عداد وبدون بس تلقى اللمبة شغالة 24 ساعة. اي انا والله في واحد اشهد انه قاعد يولعها مع صلاة المغرب يطفوها صلاة الصبح يعني. هو ده كويس لكن احنا برضه بنقول هي شغالة ما داخلة في العداد دي كهرباء فاقدة ساعات. يعني انا عندنا اكثر من 3000 لمبة في شغالة ما في في العداد. الحل شنو؟ الحل نحن الآدي الحل الآن نحن أعمدتنا بتاعت الخرسانة دي أصلا مفترض ما يكون فيها أي لمبة مركبة فيها. عمودنا ده فقط من ناحية يعني تأمين للعامل اللي بيشتغل من ناحية أصلا هو ما معاد عشان تجي فيه لمبة. أنا داري اللجان الشعبية والجهات المحلية حكومات المحلية يقوموا يعملوا وأعمدة بتاعت إنارة بطريقة جميلة جدا في الأحياء ونحن بنساعدهم في الحتة زي دي يعملوا أعمدة على الشوارع الرئيسة بالذات الحتات المظلمة نحن بنساعدهم فيها ببعض الأفكار وكده على أساس تكون في عداد الناس ممكن لو دفعوا 2 جنيه زي يغزوه بطريقة يغزوه. واضحة الفكرة لكن أقدروا لنا على الجهات الثانية المواطنين دي الهينين لكن الجهات الحكومية والشركات الكبيرة والكباري والمناطق كامل نعم أيضاً عنده دور لازم يكون بيه. نرجو إنه الناس يكونوا استفادوا من هذا الحديث الطيب يعني الإخوة الباش مهندس عبد الرازق أحمد يوسف والباش مهندس محمد خير محمد الجنيد. الزمن تسارع يعني وانتهى قبل ما نكمل كثير من النقاط ونشكر كل الذين كانوا معنا عبر الهاتف من المشاهدين والمستمعين. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد سوف يعيد. ألم ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد. ألم ترى أن الرزق غاد ورائح. قناة طيبة الفضائي.